ورجعنا تاني مشاهدينا، لسه مكملين مع بعض فقراتنا في نهارك سعيد. وصلنا لفقره مهمه جدا وظاهره غريبه جدا حاصله في مصر الفتره دي والفتره اللي فاتت كمان، وهي ظاهره الدفاع عن النفس او وسائل الدفاع عن النفس. يمكن الفتره اللي فاتت سمعنا كتير جدا عن اجهزه للدفاع عن النفس منتشره بين الناس في الشارع، بتتباع في الشارع ويحصل من خلالها نصب كبير جدا جدا، الالكتريك شوكس او الصواعق الكهربائيه. اكيد انا بتكلم عن حاجه موجوده، وناس كتير يمكن اللي بتتفرج عني سالوا عن الموضوع ده او عرفوا ناس كتير جدا اشتروا فعليا الاجهزه دي وبداوا يدافعوا بيها عن نفسهم في الشارع. هنتكلم عن ايجابيات وسلبيات القصه دي، وهنتكلم عن تفاصيل كبيره جدا في الموضوع ده. النهارده منورنا في الاستوديو دكتور هاشم بحري، وهو رئيس قسم الطب النفسي. كمان هيكون معانا النهارده الاستاذه سناء رستم، وهي كاتبه صحفيه. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، اهلا بيكم معانا منوريني النهارده. وفي البدايه خلينا نسال، ايه السر وراء انتشار اجهزه الدفاع عن النفس او الالكتريك شوكس بالتحديد وسط الناس في الفتره دي؟ واعتقد ان احنا كنا بنتكلم انا ومدام سناء بره عن القصه دي، وقالت لي انه الحكايه فيها نصب كبير جدا. فنبتدي بمدام سناء وتقولي لي ايه السر وراء انتشار الاجهزه دي. هي طبعا ما في سر ولا حاجه، يعني حاله الانفلات الامني اللي موجوده، حاله الرعب، كل اللي ما بيتردد عن حالات السطو على الطرق، على في الصبح وفي الظهر وبالليل، خلت لازم الواحد يفكر في وسيله للدفاع عن النفس. وعلى فكره هي الوسيله دي تحديدا الصواعق الكهربائيه هي كانت موجوده كمان من قبل الثوره. تمام، كانت موجوده من قبل الثوره بس مش بنفس الكم، بس الكم اللي موجود دلوقتي. طبعا كانت الناس اللي بتبقى مسافره بتيجي من بره بتجيبها معاها، يعني على اساس نوع من انواع الخبره اللي موجوده في الخارج، فكانوا بيجيبوها. تمام. انما طبعا بعد الثوره تحولت لوسيله حمايه او وهم او توهم. هو عارف حضرتك انا بسالك ايه السر وراء انتشار الاجهزه دي؟ هو طبعا السر معروف زي ما حضرتك قلت، انما انا بسال عن الجهاز ده نفسه. يعني زمان كنا بنسمع عن السيلف ديفنس اللي هو اسهل في طريقه استخدامه عن بعد، فبتقدري تدافعي بيه عن نفسك اكتر من الالكتريك شوك. الالكتريك شوك ده المفروض تكوني قريبه جدا من الشخص اللي بيهاجمك او اللي بيحصل فيه كده. فهو ده السؤالي، انه ليه السر وراء الالكتريك شوك بالتحديد وانتشاره وسط الناس الفتره اللي طيب فاتت؟ بصي انا اقول لك حاجه، هي في مشهد في فيلم كان بتاع طير انت، كان دنيا سمير غانم واحمد مكي، وحصل الموقف اللي هي لما كانوا عم يقعدوا في الساحل وطلعت السائق والمفترض انها انهت بيه الازمه. ده طبعا كان قبل الثوره، بس هو معروف ما بين كان الاوساط الشبابيه. مظبوط. مع الوقت ومع الثوره، بعد الثوره وحاله الانفلات الامني اللي موجوده، استدعت الحاجه. وفي بعض التجار الاذكياء اللي هم عندهم يعني قدره على استغلال الناس، يعني هم ذكاء، مش ذكاء جيد يعني، قدروا بسرعه يدركوا حاجه الناس لاستخدام وسيله حمايه، فابتدوا طبعا يستوردوا كميات هائله من الجهاز ده من الصين تحديدا. مظبوط. وابتدى يدخل. الطريف ان كل الصواعق اللي بتتباع الاول طبعا كانت بتتهرب وممنوع دخولها وفي قصه ورا، دلوقتي هي بتتباع في الشوارع، بتتباع في كل، مع الباع الجائلين في كل مكان، على ترابيزات، في الاسعاف وفي رمسيس وفي العتبه، في حتت كتير جدا. استاذه سناء، خليني اروح قبل ما اسال دكتور هاشم عن سؤالي اللي جاي، اروح بحضراتكم المشاهدين بس لتقرير صغير جدا ونرجع لكم مره ثانيه في الاستوديو. خلينا نروح نشوف. انا شايف ان هو انتشر قوي في الفتره الاخيره، وفي ظل ان الاحداث الاخيره فلقيت ناس كتير قوي وعيال صغيره ماشيه بتجري ورا بعض بالصواعق دي، ما فيش اي رقابه عليهم، فدي بقت حاجه غريبه قوي. لا طبعا هي ظاهره خاطئه طبعا، ما ينفعش كل واحد ماسك حاجه يقدر ياخد بيها حقه. طبعا لازم في شرطه يشتكي ليها، في قوانين يعني، في اجراءات، لكن ما ينفعش كل واحد ياخد حقه، اللي ماسك صاعق كهربائي، اللي ماسك مطوه، اللي ماسك مش عارف ايه، طبعا ده ما يصحش طبعا. شايف ان انتشار ظاهره الصاعق الكهربائيه دي اللي وصلت لحد انها تتباع لارصفه جزء من الفوضى، مسلسل الفوضى الامنيه اللي مستمره في البلد كاحد توابع للي حصل في الثوره.
وللأسف طبعا ما فيش رقابة ومش عارفين أي مصدر أو مش قادرين نحدد مين المفترض أصلا هو يواجه ظاهرة زي دي. يعني إذا كان الموضوع ده بيجي وزارة التجارة والصناعة عليها دور في الحاجات اللي بتهرب من بره، زكاة الجمارك، زكاة وزارة الداخلية نفسها مسؤولة إن هي تعمل حملات تفتيش من ضمن حملاتها اللي هي بتعملها الحملات الميدانية لمواجهة التجار اللي بيبيعوا حاجة زي كده، لأنها في الأول في الآخر بتضر المواطن. طبعا الظاهرة دي لعدم وجود أمن في البلاد انتشرت، الحاجات دي بتباع على الصفة قدام نقابة المحامين والاستئناف العالي قدام الناس كلها علنا. دي لها عدة أسباب، خلوا البلاد من الأمن، تاني حاجة ما فيش ضبط المضيع، البلطجية بدأوا يظهروا، استغلال الأهالي، طبعا الناس عايزة تأمن نفسها. انتشار ظاهرة الصواعق الكهربائية شايف راجع لمجموعة أسباب. الأسباب الأولاني كثرة عدد العصابات والخارجين على القانون، محاولة غياب دور الدولة الأمني. ظاهرة الصواعق دي هي الناس بتستخدمها كبديل لدور الدولة، فأنا أعتقد أن الوقت في أمن موازي، الناس بتسعى لصناعة أمنها الموازي عن طريق توفير وسائل ردع خاصة بهم هم، من ضمنها الصواعق وأدوات أخرى. إحنا علمنا حاجة في ديننا قبل ما نقول في اقتصادنا، وقبل ما نقول في علمنا، وقبل ما نقول في منتجات بلدنا أو منتجات غيرنا، أن كل شيء في الحياة سلاح ذو حدين، إما أن يقطع لك وإما أن يقطع منك. المهم في المستخدم الشيء مش الشيء نفسه، زي أي حاجة ربنا خلقها ممكن أضر بها الناس ممكن أنفع بها الناس، فالتوجيه الصحيح للشيء نفسه هو العائد اللي علينا اللي إحنا بننتظره من وراء بنية التوجيه بتاعته. لا يعني هو انتشار الصواعق الكهربائية بعد الكهرباء زاد، بعد الثورة زاد بشكل لافت للنظر، حتى ان احنا بنشوفها ان هي بتتباع قدام دار القضاء العالي اللي هي المفروض ان هي اعلى هيئه قضائيه في الدوله. طبعا ده شيء جزء من تقصير الامني او جزء مسؤول عنه وزاره الداخليه بشكل مباشر او بشكل غير مباشر، خاصه ان الاشياء دي على مسمع ومراه منهم، مش حاجه بعيد عنهم. يعني رجعنا تاني بعد ما شفنا التقرير وشفنا ردود فعل الناس في الشارع على أجهزة الدفاع النفس، منهم طبعا كتير جدا بيقول ان الموضوع ده خطأ تماما. وعايز ارجع لدكتور هاشم الحقيقة اللي منورني معانا النهارده في الاستوديو، عن انه معظم السيدات معاهم الالكتريك شوكس وبيستخدموها بس ما بيعرفوش يستخدموها، وبس مجرد ان هي تشتريها وهي موجودة معاها في الشنطة فده بيخليها تحس بمنتهى الأمان، ولكن هي فعليا ما بتعرفش تستخدمه. طب ليه؟ لأنها مش متمرنة. يعني ببساطة دي أدوات للهجوم أو الدفاع زي أي حاجة في الدنيا. يعني الست نفسها في البيت لما بتيجي تستعمل السكينة أول ما بتمسك السكينة بتعرف تخرط وتظبط، يعني لازم تقعد تتمرن كذا مرة لغاية لما تجيد الأداة. الستات على فكرة أكثر كفاءة في استخدام الأدوات من الراجل فعلا؟ لأن مش الست ليل النهار قاعدة بتستعمل السكينة الكهرباء الخلاط الكهرباء، يعني الأدوات دي في إيديها للنهار، بس إنها تستعمل حاجة لإنها تدافع عن نفسها أو تهاجم ده تدريب، يعني ما هواش كده بالسليقة. النقطة اللي هي بس يعني تكملة للنقطة اللي أثرتيها حضرتك مع الأستاذة سناء، الموضوع بتاع الكهرباء وانتشار الأدوات السيلف ديفنس والحاجات دي وإنها منتشرة من غير ما حد يعرف يستعملها. انت عادة مع الرعب والخوف التفكير بيتقفل، ايوه، وبالتالي يسهل جدا انك تبيع الحاجات دي. يعني لو اثرت موجة فزع في البلد ان كله بيخبط في بعض ودي وسيلة الحماية هتجد ان الناس كلها رايحة تشتريها. لو قلنا زي زمان البخاخات اللي هي فيها فلفل ومش عارف ايه هي دي احسن وسيلة، كنت اعتقد ان كل البلد اشترت فلفل، او فعلا جت فتره البلد كلها كان معاها سيلف ديفنس، يعني كان ظاهره موجوده فعلا. هي زي ما انت زي عايزه تمشي التجاره فين محتاجه قوي انك انت تلعبي على مخ الزبون. طب انا عايزه العب بقى على القصه دي، وحضرتك بتقولي انه في عمليات نصب بتحصل كتير جدا بتتباع في اماكن كتير جدا لانه في ناس بيستغلوا او التجار بيستغلوا وقت الحاجه للناس للموضوع ده، بس حضرتك عصرتي معايا نقطه بره كبيره جدا. الحاجات دي اساسا كلها زي ما بتقولي مخشوشه او فعاليتها مش قويه زي ما احنا فاهمين. ايه بالفعل يعني بلا فائده على الاطلاق. اللي موجود في الشارع اللي بيتباع في الشارع تمام، انما الاصلي منه او اللي هو الاداه ذات الصلاحيه منه هي غاليه جدا وما بيتباعوا ما بتجيش بالطريقه دي، يعني ما بتجيش بطريقه لا بيع، لان في الشارع يبيعها لك لان ثمنها مرتفعه جدا.
انما اللي بيحصل كل اللي موجود في الشارع بيتراوح ثمنه من 150 جنيه ل 250 جنيه. ده يعني وصل الامر بانه اطفال في المدارس، مش الاطفال الصغيرين قوي يعني، نعم، مراحل الابتدائي واعدادي بيستخدموه بيلعبوا بيه، يعني بيكهربوا بيه نفسهم كنوع الواحد يقدر يستحمل. حضرتك شفتي ده يعني عارفاه يعني؟ طبعا يقدر يستحمل كام دقيقه وهو بلا تاثير على الاطلاق، يعني لانه ده مرتبط بحجم الفولت بتاعه، فده ملوش تاثير. مين المسؤول او المسؤوليه بتقع على مين دلوقتي انه لازم الحاجات دي ترجع تتلم تاني؟ انا عايزه اقول ان هي اصلا بلا فائده خالص. اوكي طيب، دي عمليه نصب. عمليه نصب بتتم على الناس لاستغلال حاجتهم وخوفهم ورعبهم من حاله الانفلات الامني الموجوده في البلد. اللي بيحصل بقى، انا عايزه اعرف ازاي الحاجات دي ما هياش بتيجي. حضرتك لما بتشوفي الكميات الهائله اللي موجوده عند البياعين في الشارع، يعني في كل الميادين اللي طبعا احتلها الباع، وفي كل اللي في شارع عبد العزيز وموجودين في الشارع كله، كميات هائله. أيوة. وهي احجام كبيره يعني، ترى احجام كبيره واحجام صغيره جدا. الحاجات دي دخلت ازاي؟ يعني الحاجات دي ما احنا ما هربناش شويه قد كده جوه شنطه مع واحد جاي من بره ولا الكلام ده. الحاجات دي دخلت في كونتينرات وحاويات، ودخلت عن طريق منافذ موجوده. انا عايز اعرف دخلت ازاي. طيب خلينا بس نتكلم عن ان الفتره اللي فاتت ما كانش فيه اي امن، ما كانش فيه اي فتره فاتت. الفتره اللي فاتت دي على طول اللي كان حصل فيها ثوره من 25 يناير من فتره قريبه، ما كانش فيه اي رقابه، وحضرتك عارفه كويس جدا انه ما كانش فيه شرطه في الشارع، ما كانش فيه حد، كانت كل حاجه بتخش وبتطلع بدليل حضرتك إنه اللي موجود على الحدود وفي المواني ما هماش الشرطه بتوع الشارع بتوعنا. حضرتك بتتكلمي على الحدود. ما هي الحاجات دي هتدخل ازاي؟ يعني الكميات الهائله اللي موجودة في الشارع واللي هي بتستغل حاجة الناس وقلقهم وبيخسروا فلوسهم كمان، دخلت ازاي؟ في سؤال مهم جدا دكتور هاشم. دكتور هاشم دلوقتي النهاردة لما حد يروح يطلب ان هو يرخص سلاح، بيطلب المفروض منه، ودي حاجة اساسية جدا، ان هو يخضع لفحص طبي علشان يعرفوا مدى صلاحية عقله بيشتغل ازاي، سمات شخصيته بتشتغل ازاي، هل هو انسان اندفاعي، هل هو انسان بيتحمل المسؤولية، هل في اسئلة كتير جدا بتسأله من خلال الفحص الشامل او الفحص الطبي. مدى فعالية الفحص الطبي ده فعلا بتفعل لأي حد طالب ان هو يرخص سلاح ولا ما بتفعلش؟ الفعالية صفر في الحقيقة، صفر. دي فعلا إجابة أخيرة؟ لأن أنا اللي بمارس ده. أنا قعدت مدة يمكن سنة ونص أمارس الفحص للناس اللي طالبة ترخيص على السلاح. حدود الفحص انك تقولي للانسان اللي قدامك انت عندك اي امراض نفسيه او عصبيه، يقولك لا يرخص بالسؤال حتى من غير حتى هو ده خلاص كده. ما انا اللي كنت بعمل حضرتك ده، حضرتك اللي كنت موجود وبتعمل ده، وانا اعترضت على ده لانه انا اعترضت على حاجتين. دخول الطالب لكليه الشرطه ما بيتعملوش فحص نفسي حقيقي، ولا السلاح، وقد كانت الاجابه هو ده اللي عندك اشتغل عليه، وبالتالي حصل التصادم بيننا وبين الجهاز الشرطي. انا كنت مستشار، انا استاذ في الجامعه مش متعين في الشرطه، تمام، وبالتالي سبته لان ما كانش فيه اي منطق في الكلام عنده. لكن فضلنا نحاول نحط اي نوع من الاسئله النفسيه المتخصصه ان نعمل ده بحق وحقيقي. وافقوا لي على طلبه الشرطه بس بشرط، استني بس كمان، بشرط ان انت ما يكونش ليكي دخل تقولي انا عندي الطالب ده سقط في الامتحان، تمام، ان هو مريض نفسيا. ايوه، لكن ممكن جدا يقبلوه. يعني دي حاجه تخصهم، يعني هي في الاخر بترجع للمسؤول او الجهات المعنيه على حسب الواسطه بتاعتك. يعني انا طلعت الانسان ده مريض ويدخل كشف الهيئه فينجح عادي جدا، ما تفرقش معاهم ابدا، بس ظاهريا احنا عملنا علشان خاطر الكلام بتاعك فحص نفسي. اما بموضوع السلاح بقى فده يعني ده مهزله بجد. يعني خليني اضيف على المهزله دي انه ده شيء طبعا غير امن جدا، واكيد ده اللي كان بيحصل ما بين العلاقه ما بين الشرطه والشعب، انه كان في خلل كبير جدا، لانه اكيد الواسطه اللي حضرتك بتتكلم عنها انه في ناس كانوا مش اسوياء وكانوا بيخشوا في مجال الشرطه، دي حاجه مش لا تعقل. النهارده الوضع المفروض ان هو اتغير، ممكن تكلمني بعد التغيير ده حصل ايه؟ ولا حاجه، زي ما هو، ما حصلش حاجه، ما زال ترخيص السلاح لا تخضع للفحص النفسي الحقيقي. طب وايه الحل يا دكتور؟
الحل ان يتعمل فحص نفسي حقيقي. طب مين المسؤول عن ان هو يطبق الداخليه تبقى عندها قرار ان فعلا تجيب مستشارين متخصصين لفحص السلاح قبل ما يترخص له، ان اللي بيشيل، لان الحكايه فيها خطوره شديده ان حد يكون غير سوي نفسيا ومعاه سلاح يقتل بالناس. طبعا دي انت عندك حتى في صفحه الحادث يقول لك ايه امين شرطه ده، يعني اللي أيوة. مع ده حتى اللي في الجهاز نفسه بقى. أيوة. امين شرطه زعل مش عارف مين على قطعه ارض قتل اخوه ومراته وعيال مش عارف مين، قتل له 5-6 بالسلاح. دي نتيجه بتاعه. يعني دي نتيجه طبعا الحتميه لشيء زي ده، انه ما فيش فحص طبي لاي ضابط شرطه، ما فيش اي فحص طبي لاي انسان داخل يرخص سلاح. طبعا ما دي نتيجه. انت عندك السيستم يعني كله انه الجرائم. الطالب ما بيتفحصش، الضابط في الترقيه ما بيتفحصش الا لو جنب الصدفه لقوا عنده مخدرات، تمام، فيبتدوا يعرضوه على الطبيب النفسي، ومش علشان حاجه، علشان يؤهل انه هو يعني يتعالج بعيد، لكن مش علشان يتفحص تدريجيا. طب هل عند حضرتك فكره أي. انه هم في الطريق لعلاج هذا الضعف في الجهه المعنيه بالشيء ده، ولا لسه الموضوع غائب؟ لا بره اللعبه دي خالص. بره اللعبه خالص. طبعا يعني اكيد من خلال دكتور هاشم، انا عايز حضرتك توجه بس كلمه للجهات المسؤوله او المعنيه بالشيء ده، يعني مش انا اللي هوجه، انا عايز حضرتك. مش قصدي، هي الفكره كلها انه علميا اي انسان يعني يقدر يشيل سلاح، احنا بنبص لغايه دلوقتي على المخاطر، ان هو ساكن في حته نائيه، ان هو الشغل بتاعه بيعرضه ان يسافر مش عارف بالليل في حته، كل ده كويس جدا ومن حقه انه يدافع عن نفسه، لكن لازم يكون مؤهل لحمل السلاح، لانه ببساطه شديده لو هو غير مؤهل ومعاه سلاح في جيبه، اي مشكله بقى واحد كسر عليه بالعربيه يروح مطلع مسدس ضربه. لا انا عايز ارجع لحضرتك في النقطه دي، لانها نقطه مهمه جدا، بس عايز اروح لاستاذه ناء واسالك، انه حضرتك كاتبه صحفيه وقلمك مهم جدا، ومفروض ان هو بيوصل لقطاع كبير جدا من الناس. لو قدام مشكله زي دي، انه الفحص الطبي اللي هو مسؤول عن اعطاء اي شخص سلاح يكون بتاعه يقدر ان هو يتفاعل بيه مع الناس، ممكن تكتبي تقولي ايه في الموضوع ده، او توجهي كلمتك لمين؟ بصي انا هقول لحضرتك حاجه مهمه جدا. دلوقتي اولا الناس في مصر ما بقتش محتاجه لا ترخيص سلاح ولا فحص طبي، لانها بقت بتحصل على السلاح باسهل الطرق. معظم الناس في مصر شايله سلاح، ودي بتكشفها احداث يعني تبقى تبدو عاديه، وانما تكتشفي فيها حاجه غريبه جدا، زي الاحداث اللي حصلت شارع 26 يوليو، في مجموعه حاولت تفرض اتاوى على الباعه اللي موجودين. دول كتروا. انت لو تعرفي شكل البياعين اللي موجودين 26 يوليو، هتلاقي الواحد حط الترابيزه مثلا وحط رشوه بين ستواك ومش عارف ايه وكده، حجم الموجود على الترابيزه مثلا كبضاعه يساوي 500 جنيه. انا عايزه افهم لما تحصل مناوشات ويجوا بلطجيه ويحاولوا يعتدوا عليهم واتاوى وكده، البياع ده يسحب من تحت الترابيزه رشاش ثمنه 20-30 ألف جنيه، ويبتدوا يبتدوا بقى في حرب بقى. أيوه. حرب شوارع. أيوه. يعني حرب وتبادل نيران وقصف وحاجه غريبه جدا. فاحنا كده يعني اذا احنا هنتكلم على فكره ترخيص السلاح، فدي فكره يعني خلاص بقت قديمه. يعني احنا وصلنا دلوقتي مرحله احنا بنتكلم على السلاح اللي موجود في ايد الناس في الشارع بيحصلوا عليه، واسعاره رخيصه جدا ومتوفر بسهوله. وطبعا ده غلط جدا، يعني احنا عايزين نقول ان احنا وصلنا لمرحله صعبه جدا. عايزه منك يا دكتور هاشم اخيرا جدا وسريعا جدا، عشان خلاص الوقت بتاعنا بيخلص، في ناس عندها سلوكيات غير عاديه في شخصيتها، بيبقى معاها سلاح، ازاي ممكن الناس تدافع عن نفسها مع انسان هجومي بالشكل ده، وازاي ممكن ده الانسان اللي عنده العلامات دي من شخصيته ازاي يقدر ان هو يمسك نفسه شويه؟ يعني انا متصور انه فكره الدفاع عن النفس مهمه جدا ومشرعه في اي مكان، ولكن الوسيله هي اللي عليها اختلاف. يعني عندنا دول كتيره جدا في العالم زي شرق اسيا وخلافه عندهم حاجه اسمها المارشال ارت، اللي هو الدفاع زي بالكاراتيه والكونغ فو والحاجات دي، هي ممكن جدا نعمم الفكره دي ان كل واحد يعرف يدافع عن نفسه، بس ما يبقاش فيها قتل. فكره كويسه جدا. اما بالنسبه للسلاح فلازم نراجع تاني الناس اللي عندها تراخيص، اما عمليه السلاح اللي هو منتشر في الشارع فدي هتبقى مسؤوليه الدوله كلها، فيه اللي هو الداخليه والجيش واللجان الشعبيه في سحب الحاجات دي، لان احنا مش متعودين عليها. يعني ده مش جزء مرتبط كان بمصر، لكن في الانفلات
اللي حصل السنه اللي فاتت، مع التهديد بان احنا عندنا حدود مفتوحه بتدخل سلاح زي من ليبيا والحته اللي بيتكلموا عليها. حضرتك قلت نقطه مهمه جدا، ان الدوله لازم تراجع كل التراخيص اللي كانت عاملاها قبل كده لكل الناس، لانها كانت ما كانتش بتخضع لفحص طبي. واتمنى انه الموضوع ده يفعل الفتره اللي جايه دي، لان احنا دلوقتي خلاص بنواجه بلطجيه، بنواجه ناس كتير جدا مش اسوياء في الفتره اللي فاتت. دكتور هاشم الوقت جري يعني بسرعه جدا، انا اسفه جدا، بس ميرسي لوجودك وشرفتني. شكرا جزيلا. ميرسي يا استاذه سناء، نورتيني النهارده، وميرسي لوجودك معانا. ان شاء الله هيكون لنا لقاء اخر عشان نتكلم باستفاضه اكتر. مشاهدينا هنكون وصلنا النهارده لنهايه حلقتنا من نهارك سعيد. اشوفكم ان شاء الله بكره وحلقه جديده ويوم جديد، وباي باي.